السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم كما كتشوفوا معايا عسل منزلي اللي رائع في الشكل ديالو ولا في المذاق. بما أنه شهر رمضان الكريم على الأبواب، الله يدخلوا عنا بالصحة والعافية وباش ما تمنيتو، ويرفع عنا ربي هذا الوباء. اقترحت عليكم هذا العسل، يعني اللي كيتصايب بالسنيده، اللي كيجي رائع وبكميه وفيره بالمقارنه مع اللي كيتباع في الزنقه، يعني حك صغير، يعني كيكون غالي وما كنعرفوش شنو المكونات اللي فيه. هذا العسل يعني كيجي زوين بزاف في المعسلات، كنخدموا به في الدهن ديال البغرير والمسمن. مهم كما كتشوفوا معايا هنا في الجانب، هذا العسل كنت مصيبه قبل، خدمت به في الحريشات اللي كنت لحت في الفيديو ديالي، كيبقى محافظ على الشكل ديالو. مهم نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. مهم ندوزوا للمقادير والطريقه ديال الطهي ديالو ان شاء الله، ما تمشوا فين حتى لاخر الفيديو. لتحضير العسل اللي غنوجد معكم من اليوم، نحتاج 2 كيلو ديال السنيده، نحتاج الى 3 كؤوس مملوئين من الماء العادي، اي ماء الصنبور بقياس ديال كاس العنبه، نحتاجهم هاد الكيسان يعني في الاول. وعندنا هنايا حامضه اي ليمونه، وهنايا عندنا 3 كؤوس غادي نستعملوهم ان شاء الله في الاخير. عندنا 2 كؤوس ديال الماء وكاس ديال ماء الزهر. بقاو معايا ما تمشيو فين حتى نشوفوا طريقه الطهي ديال كما كتشوفوا. غادي نوضع السنيده، 2 كيلو ديال السنيده، وغنوضع هاد قطع ديال الحامض اللي قطعته دوائر، وحيدت لي هذيك النواة ديالو يعني الزريعه باش ما تبقاش من بعد يعني في العسل طايحه فيه، كنحيدها من الاول. وغادي نوضع الماء 3 الكؤوس كما كتشوفوا، 3 ديال، وغادي نحرك بملعقه خشبيه الخليط ديالي باش تذوب ليا هاد السنيده عاد باش نشعل عليها النار. كما كتشوفوا معايا خاصني نحرك هاد السنيده مع الماء، المهم شاده التليفون بيدي وانا كنحرك بيدي الاخرى حتى كتخلط لي السنيده مع الماء كما سبق لي دخلت. علاش غادي نشعل على النار، النار ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه الحد، يعني تكون متوسطه. المهم بقاو معايا ما تشوفين حتى نكملوا مراحل الطهي ديال هذا العسل ديالنا ان شاء الله. المهم نسيت ما قلتش لكم بالله هذا العسل يعني ما كنغطيوش عليه، يعني كنبقاو المهم مره نراقبوه. كما كتشوفوا معايا ما غطيتش عليه، واحد 15 دقيقه كما كتشوفوا بدا في الغليان. المهم بقاو معايا ما تمشيو فين تنشوفوا المراحل ديال التياب ديالو ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا العسل دير واحد الكشكوشه. المهم هاد الكشكوشه يعني خاصنا باش نعرفوا العسل قرب يوجد، خاص هاد الكشكوشه تولي حمراء يعني ما تبقاش بيضاء، عاد باش ان شاء الله غادي نكملوا يعني التياب ديالو. بقاو معايا حتى لاخر فيديو ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا العسل قرب يوجد معنا، خاص هذيك
الكشكوشه تولي حمراء صافي، ونطفيوه بجوج كيسان ديال الماء وكاس ديال الماء زهر. المهم هنايا في هذا العسل ديالي درت فيه غير منسم غير بالماء الزهر، نتوما لكم اختيار ديروا فيه اي منسم، يعني سواء القرفه ولا مع المسكه الحره، انا كنخليه بحال هكا. والعسل ها هو وجد، يعني غنطفيه بجوج كيسان ديال الماء وكاس ديال الماء الزهر. كما كتشوفوا يعني هاد الماء يعني ثلاث الكؤوس، حاولوا ديروهم في واحد الكاسرونه وتكبوهم دفعه واحده كما كتشوفوا بعاد، غير طلع فيه الغليه صافي ونطفيو عليه. كما كتشوفوا الحامض كنحيدو هو سخون، شوفوا اللون ديالو كيفاش كيكون، يعني هذا كتعرفوا بلي العسل طاب ليكم، يعني خاصو ياخد هاد الشف من الوسط. يعني كي ياخد لون كراميليزي، يعني كي كنستغلو هاد التحيات ديال هاد الحامض، حيت ملي غادي يبرد لينا العسل وغادي نحيدو الحامض غادي يعني نهزو كمية كتيرة. هذا كيعني ان العسل طاب. مهم بقاو معنا تال ان شاء الله نشوفوه في طبق التقديم، يعني خاص ضروري العسل يبرد لينا باش نشوفوا القوام ديالو، واش هو هذاك واش طاب ولا ما طابش. وواحد القضيه خاصنا نتستيو، يعني يعني نديروا العسل ديالنا في واحد الطبسيل وندخلوه للمجمد يبرد، الى بقى جاري يعني هذاك يعني ان العسل باقي ما طابش لينا، ولا يعني العسل كيبان ثقيل صافي هذا معناته انه العسل راه يعني القوام ديالو هو هذاك يعني مزيان. المهم نخلي هذا العسل ديالي خاصو ضروري يبات، ومن بعد غادي نشوفوه من بعد ما يبات نشوفوا القوام ديالو كي غادي يكون ان شاء الله. كما كتشوفوا العسل ديالي بعد ما اوجد خاصو يبات ليله كامله، كما كتشوفوا القوام ديالو خاصو يتكون لينا واحد الخيط، يعني ما كيتقطعش، هذا دليل ان العسل واجد يعني طيب مزيان. الا كان كيتقطع هذا معنيته ان العسل راه ما واجدش، باقي خاصو مازال طياب. هذا العسل ممكن اننا نضيفوا ليه الجليكوز باش ماشي يثبت لينا على الشباكيه ديالنا. والعسل الا عرفتوه يعني القوام ديالو وباقي خفيف يعني خاصو مازال طياب، ديروا فوق العافيه يعني وتخليه واحد 15 دقيقه. مهم نتوما غادي تشوفوه من بعد ما تحيدوه من على النار ويبرد لكم، خاصو يجيكم شويه ثقيل، يعني ما يجيش ثقيل بزاف، ولا جاكم العسل ثقيل بزاف يعني من احسن تضيفوا لي واحد نصف كاس ديال الماء وتوضعوه على النار، يعني تي يوصل القوام اللي خاصو يكون عليه، يعني ما العسل ما خاصوش يجي خفيف وما خاصوش يجي ثقيل بزاف باش زعما المعسلات ما يتهرسوش ليكم. والعسل ملي غتوجدوه يعني ما خاصكمش النهار اللي تطيبوه النهار اللي غديروا فيه المعسلات ديالكم، يعني خاصكم تخليوه واحد الوقت باش انكم يعني واحد يومين على الاقل او اكثر باش المعسلات في نفس النهار اللي صيبتو فيه العسل. خاصكم كما قلت لكم خليو العسل ديالكم تتشوفوا واش مزيان طيب ما طيبش، عاد باش ممكن تصيبوا المعسلات ديالكم باش هذيك الثمره كلها اللي ضربتوها ما تمشيش لكم يعني تضيعوا فيها. يعني العسل اول حاجه ملي كيتصايب خاصكم تشوفوا واش هذاك هو القوام ديالو. نتمنى هذا الفيديو ديال نهار اليوم
ينال الاستحسان ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش يعني ديروا لي لايك ودعموا القناه ديالي، واللي باقي ما شاركش يشترك في القناه ديالي بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. خليت لكم الراحه، والى فيديو اخر ان شاء الله.